الرئيس السيسي يوجه بتقديم أحدث الخدمات في المدن الجديدة. وزير التربية والتعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة. والجيش الليبي يعلن السيطرة على منطقة القطرون جنوبي البلاد. منتصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على الحالة الصحية للمصابين في حادث قطار محطة مصر، وكذلك على آخر تطورات سير التحقيقات الجارية في هذا الصدد لكشف ملابسات الحادث. جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء ووزير الإسكان، حيث وجه الرئيس السيسي بتقديم أحدث الخدمات في المدن الجديدة واستمرار جهود الارتقاء بالبنية التحتية. اعتمد وزير التربية والتعليم طارق شوقي جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي. جاء ذلك بعد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وآرائهم بشأن جدول الامتحانات المقترح والذي أعدته الوزارة، وذلك لأول مرة في تاريخ التعليم في مصر. وحسب الجدول ستبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام في 8 يونيو المقبل وحتى 3 يوليو. تفقدت وزيرة الصحة على زايد أماكن البعثة الطبية للحج بالسعودية لهذا العام للتأكد من توفر جميع سبل الرعاية للفرق الطبية. كما تفقدت الوزيرة خلال زيارتها للمملكة العربية السعودية الجناح الإداري للبعثة وسكن الأطباء والفرق الطبية وغرفة العمليات المركزية للبعثة المميكنة، والتي من خلالها يتم متابعة العيادات الطبية بأماكن إقامة الحجاج. وأكدت وزيرة الصحة ضرورة توفير الدعم للبعثة الطبية لتقديم خدمة طبية ووقائية فائقة للحجاج المصريين. سيطر الجيش الليبي على منطقة القطرون جنوبي البلاد وسط ترحيب أهالي المنطقة. وقالت غرفة عمليات الكرامة إن التقدم العسكري يأتي ضمن العملية التي أطلقها القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر لتطهير الجنوب من قبضة الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية الوافدة من كافة مناطق الجنوب الليبي. هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصومه واتهمهم بأنهم يحاولون إخراجه من البيت الأبيض بكلام هراء. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها ترامب أمام مؤتمر التحرك السياسي المحافظ، في الوقت الذي يتأهب المحقق الخاص روبرت مولر لتقديم تقرير لوزير العدل الأمريكي ويليام بار يتضمن تفاصيل ما خلص إليه في التحقيق المتعلق بدور روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 وأي صلة له بحملة ترامب. نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما من موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.